السلام عليكم متتبعين ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بأحسن الأحوال وأحسن الظروف إن شاء الله يا ربي. إخوة اليوم إن شاء الله يا ربي خرجت واحد الدويرة أنا الفيلاج ديالنا 3 بني أحمد، بغيت نعمل واحد التطليلة واحد الدويرة في السوق، خاصني نشري شي حاول إن شاء الله يا ربي، ولكن ماشي اليوم، غنشوف الأثمنة وشني كيدور في السوق إن شاء الله يا ربي. المهم غنوريكم السوق ديالنا وكسيبه شنو كيعملوا في السوق ديالنا ان شاء الله يا ربي، والاثمنه ديالهم ان شاء الله يا ربي. ولا المهم حنا نعملوا اللي في جهدنا ونسولوا يعني البيع والشراية ان شاء الله يا ربي، ونشوفوا شنو غايقولوا لنا، ونخليكم اخوتي معنا فرجه ممتعه ان شاء الله يا ربي حتى ندخلوا السوق اسيدي. شويه اخوتي شويه السحاب والضبابة بحال اللي كتفزق الكاميرا التليفون، كيبقى شي كيصور مزيان بوضوح. المهم غندخلو اخوتي دابا ان شاء الله ربي للسوق. السلام عليكم، كما كتشوفوا اخوتي احنا دخلنا للسوق ديالنا، وتشوفوا الاثمنة ديال الكسيبة ان شاء الله ربي. احنا هنا عندنا هنا في البلاد ديالنا تبارك الله كاين الرخام موجود. العمادات شحال بقات السي محمد؟ هذا شحال بقات هذي دار دابا كتظهرشي باش دوكتي معانا هضر نسقسي شحال بقات لك هذه 120 الف فرنك. انتما كتشوفوا اخوتي هاد السلاله هذه، ولا كنتو كتعرفوها تبارك الله ما شاء الله، هذه سلاله الدمان 120 عندها دكار ولا انت والله جوج لانتات. ايوا اخويا الله يجعلها ان شاء الله يا ربي تدخل عليك بالصحه والعافيه والرزق ان شاء الله يا ربي. ايوا معنا اخوتي للسوق. السلام عليكم، شحال عطاوك الرئيس معاك؟ خمسة وثمانين 17000. بزاف 50000 فرنك اخي هذه. ها هو يصوركم انتم تبيعوا شري، شنو هذا؟ الفلوس ما كاينينش. والله ما بغيت اخي بزاف 50000 بزاف. انا درت انت 20000. لا بزاف بزاف. انت 20000 فرنك انا نديها. اسمعوا اخوتي سمعوا 20000 فرنك في المعزه. 20000 فرنك. 20000 فرنك. سمعوا اخوتي 20000 فرنك في المعزه. صبر عليك. ها؟ عطينا 25000 فرنك. لا صافي 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 لا نزيد 25000 فرنك. نوردين صحتك بخير. 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 شوف الحوالة شحال. السلام عليكم. ها هو الرئيس. شحال عطاوك بهذا الخير الرئيس؟ هذه يا خويا. هي شي 55. 55. كل حاجة وكل حاجة وثمنها تبارك الله واحد شحال هادي؟ 80000 فرنك. شوفوا اخوتي الاثمنة البلاد ديالنا عاود. هذا على حسابك هذا؟ هذا الخير هذا على حسابك؟ ها؟ شحال هذا الخير الرأي شحال؟ 56. 56 280000 فرنك تبارك الله الخير اخوتي. تبارك الله الملاح. الخير اخوتي. انتم كتشوفوا اخوتي نوريكم السوق شنو كيدور فيه، يعني الاثمنه ما نقدروش نعطيكم الاثمنه كامله، يعني كاين اللي يبغي يعطي الثمن وكاين اللي ما يبغيش. يبغي؟ ياك الله يرحمه. شبرهم هو وينهم؟ ها؟ هذا هو شبرهم. الله يرحمه. ياه اللي ما يبغيش. الله يرحمه. هذا على حسابك هذا؟ على حسابك هذو جيوني هاد الحزاز اللي شحال الثمن ديالهم شحال عطاوك فيهم؟ 120000 بجوج بيهم 1200 درهم اخوتي عطاوهم فيهم بجوج بيهم. غنوريكم عاود السواق ديالنا وتشوف الاثمنه، واللي بغى عاود يدخل البلاد ديالنا ويشوف الاسواق ديالنا مرحبا به في اي وقت.
السلام عليكم الرئيس بخير تبارك الله. شحال عطاوك في هذا الخير الرئيس؟ شحال عطاوك في هذا الخير هذا؟ شحال؟ 40. شحال في العمر ديالو؟ شحال في العمر ديالو؟ شحال؟ ثنين. خير اسيدي الله يجيب التيسير. الله يسير. كما كتشوفوا اخوتي ها اللي بغى عاود يجي للبلاد ديالنا كاين رخا موجود. حنا السوق عندنا مفروق عند الداخل شويه. انا الداخل كنتفرجوا في لوكات تبارك الله عند مسومه طالعه عن هنايا تبارك الله. ايوا سيدي الله يجيب التيسير الله يخلي الصحه. السلام عليكم الرئيس. نحسبك الرئيس هذاك. شحال عطاوك الرئيس؟ 1000 درهم. توا اخوتي فهادي 1000 درهم العمر ديالها؟ شحال في عمرها هادي؟ قلت لك السن ديالها السن؟ 100. عندها الخروف ولا؟ عندها خروف. خروفة. انتم كتشوفوا اخوتي هي وبنتها عطاوها فيها 1000 درهم هي وبنتها، بنتها تبارك الله كبيرة. ايوا خير الله يجيب التيسير. اخر الشمس الله يحفظك. شوفوا اخوتي كيف انتينا الحمد لله بخير هاني الله يجيب التيسير الله يخلي الصحة الله يحفظك الله يعاون. شحال في العمر ديالو هذا؟ شحال؟ مع الله. شحال عطاوك فيه؟ 26 130 1300 درهم وهذي؟ 1200 درهم. 120000 فرنك يعني ما مفروقينش على بعضهم تقريبا ثمن واحد. أنا عطيت 90000 فرنك في الآخر. 60000 فرنك. 90. 90. 90. كيعطيونا الساعة 20. وفي الصباح دابا هبط النهار صافي دابا نرجع لشنو بحالنا حنا 12. يا احمد هذا روح بحال هذا لك مع الله لاقي ولاقي ولاقي ومع بعضياتكم لاقي ومع بعضياتكم لاقي اي والله احنا لاقي ومع هذاك راه لاقينا معه ما حبش. شحال عطيتو فاهم؟ ها هو فاهم ها 23 جبت له الفلوس واخر ساعه قال لك اخوتي شحال عطيتو في هذا؟ 22 1000 درهم 1000 درهم اشني طيب هذا شنو في العمر ديالو هذا؟ شحال في السن ديالو؟ شحال في السن ديالو؟ شحال في السن ديالو؟ اخر ايوا شحال قال لك هو؟ هو قال لي انا والله جبت التيسير ومشروفين وهذا قال لي 21 ما بقاش بيناتكم اصاحبي ما بقاش بيناتكم ايوا شكرا على التيسير مرحبا رحم والديك الله يجيب التيسير الله يجيب التيسير امين الله يعاونك اللهم امين الله يرحم والديك. السلام عليكم قرب عندي هنا وقف معي هذيك هذيك السلام عليكم 21 هي وشنو عندها الخروف؟ عندها حولي معها 21 عندها الخروف والسن ديالها؟ السن باقي 2000 سنان؟ ما كاينش لا ولا كاين شي والله درنا جن نبقاو مكذبوش 40 هذا سنان لا لا مطيحين لا صحه ماشي مقلوع والله ما خصهم مطيحين انت تقبض الله بالحجر شوف شوف احنا 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 كنعملوا الفيديو الاسواق ديالنا يعني ما كيعمل فيها حتى شي واحد باقي يعمل شي فيديو نفسه احنا جينا شوف جينا ان شاء الله ربي الهدف ديالنا نوصلوا والله العظيم نوصلوا شنو كيدور في الاسواق ديالنا وبعد كذا شنو كاين يعني الصح الصح على قنفي شارفه ولا كطاسيره تحرسنا قصينا عام ما كيشرب المشروب ايوا الله يجيب تيسير الله يجيب تيسير الله يسر الامور الله يسر الامور شحال الثمن ديال الرئيس البركات شحال؟ 1000 درهم انتم كتشوفوا اخوتي 1000 درهم السن ديالو؟ 2 انتم اخوتي المغاربه ديالنا اللي بغى يزور البلاد ديالنا والسواق ديالنا عاود كاين على الحاجه بلديه تبارك الله انا ما كيدخلش شي حاجه يعني الحاجه ديال البلاد والرعايه ديال البلاد كما كتشوفوا اخي الله يجيب التيسير الله يسر الامور اسمع دي بيها شي انا هضرت معاه السلام عليكم الله يسلمك كيفك بخير انا شحال عطاوك هاد البركه؟ عطاوني 30 30 150 150 واش بوحدو هذا ولا كامل؟ هذا بجوج بيو هذا 17 وهذا بجوج بيو وفي العمر ديالهم هادو؟ العمر ديالهم السن ديالهم؟ 17 يعني يقول شنو الحليب؟ خير اسيدي الله يجيب تيسير الله يسر الامور
الله يعاون الرئيس الله يخلي الصحة. شحال راك تعطي الرئيس في الدار؟ 30000 فرنك. 30000 فرنك والعمر ديالها؟ اشمع؟ عند 4 سنين. اشمع الأول؟ وهادو؟ 120. 120 هادو ولاد هادو؟ هي ولادها جوج بهم عطاو فيه 120 ألف 1200 درهم. كما كتشوفوا اخوتي راه حنا عندنا هنايا شويه السوق طايح شويه هنا. ولادها شنو عندها؟ لا انت ودكار. كما كتشوفوا اخوتي لا انت ودكار. خرج هذاك اللي هذيك لا انت ياك. هذه لا انت اخوتي وهذا دكار. هذه يما هم ياك هذه يما. طوا فيها 120000 فرنك. ايوا خير الله يجيب التيسير الله يسر الامور الله يرحم الوالدين. سير عاود تندي مجربين راهي مجربين قمع ساعات. وكيفاش ماشي السوق يعني من ناحيه الادمي؟ قول لي والو الدعوه شويه مقتوله ياك؟ مقتوله. اي والله يعدلها من عنده. الله يعدلها من عنده الله يسر تهلاو هذاك حريقي. مرحبا انا باقي انا نعطيكم ان شاء الله بالاسم ديال القناه ودخلوا دعموا القناه بالسوق ديالكم ان شاء الله يا رب. الله يرحم الوالدين. مرحبا هذاك حريقي هذا في جامع الفناء. يا اش قاعد انت اش يا السميه الراجل هذا عم بالتلميذ هذا على حسابك شفنا أدار معها صاحبي. شحال عطاوك في هذه؟ شحال عطاوك؟ أنا سيدي 85000 فرنك. هي وبنتها؟ هي وبنها هذاك العزري عندها. هذا العزري إيوا سيدي الله يصلح. السن ديالها شنو السن ديالها؟ السن ديالها وقع 100 على 40. إيوا سيدي الجمع الأول. لا والو. 40؟ آه باقي. شحال غادي ناخذ؟ 25 شهر. إن عدلوا مع بعضياتكم لقي مع الراجل كيش حتى عطي المخرج ديالك انت. ناكل لي الو كيما بغيت. لا بلا مزح. شوف احنا عندنا الغرض نوصلوا الاثمنه يعني الاثمنه للمتتبعين المشاهدين الاثمنه يعني فري الاثمنه فري راه تشنو كاين لا سوق لا والو. قول لي الدعوه مريضه. شوف كنوضوا مع الثلاثه الليل كنجيبوا السوق كنخلصوا من الجهه. قول لي والو ما كاين التخرج كاين والمدخل والو. الخروج من الجيب كاين والدخول ما كاين. هادو ما كتشوفوا اخوتي الناس ديالنا ضاربين الدنيا بركله واخا السوق مقتول وهذه الناس ناشطين. ايوا سيدي الله يجيب التيسير الله يسر الامور الله يسر الامور اسيدي الله يسر. خلي الراجل هذاك بيع وشرى هذاك حريفي. سيدي الله يسر الامور ان شاء الله يا ربي. نعم كنصور ما كنشري شي ساعه فهاد اليومين نرجع نشري ان شاء الله يا رب. السلام عليكم. الله يعاون الرئيس. شحال عطاوك في هذا الخير الرئيس؟ خرج. شحال عطاوك في هذا الخير؟ 36 هذا. 36 180000 فرنك 1800 درهم اخوتي. الخير تبارك الله غنصوروا كل شيء ان شاء الله يا رب. السمانه اخوتي تبارك الله سمين. وانا جادي وشحال في السن ديال شحال في السن ديالو؟ رباعي. هذا عنده واحد الخروف يسوى له خطيه راه فين هو راه نشوفو نصور. هذا شحال الثمن ديال هذه؟ 36 والسن ديال هذه؟ الا النعجه ها؟ شوفوا اخوتي دابا قول جامعه ياك؟ ماشي جامعه. ها جامعة يعني جمع الأول. جمع الأول خير سيدي الله يسر الأمور الله يسر الأمور. شحال عطاوك فيهم؟ 10600 53000 فرنك 530 درهم. وهذا؟ 36000 180000 فرنك. الله يودي قالنا الثمن ونسينا. هو الرئيس الله يسر الأمور الله يجيب التيسير الله يسر الامور. الله يعاون
كما كتشوفوا اخوتي الرحله تسوق خاويه، ما كاينش زعما الدعوه شويه مازمه، كاين شويه الازمه في البلاد. واش دوير انا بلاصه دبطار كما كتشوفوا اخوتي دبطار، ما كاينش مولاها قدام نسولو على الثمن. السلام عليكم. الله يعاون الرئيس، الله يجيب التيسير ديالك هادي. شحال عطاو فيها عمي الحاجم؟ ها شحال عطاو فيها؟ شحال عطاو فيها هادي؟ شحال عطاوك؟ ها موجود. اسمح لنا عمي الله يعاونك. كما كتشوفوا اخوتي السوق ديال البقرة هذا عندنا في السوق، راك السبب انا قليل اللي كيبغي يهضر على الثمن، ما كيبغوش يهضروا على الثمن. كما كتشوفوا اخوتي كيبغوش يقولوا الثمن، قليل هنا اللي كيبغي يقول الثمن. يا شري في البقر ما كيهضروش، اغلب ما كيبغوش يقولوا الاثمنة ديال البقر وش اللي كيدور. صوروه ممكن صوروه نصورو نصورو قلت لك نصورو البقر ممكن نصورو، ولكن كدير الصوت ياك ضروري. ايوا اليوم انا كيفاش زعما غادي تصور مزيود؟ نعم لا يعني كنعملوا الفيديو، كنعملوا الفيديو في الناس وكنسول الاثمنة يعني اللي بغى يقولنا يقولنا، اللي بغى نصورو هو هذاك اللي ما بغاش ماشي مشكل. يعني حنا حنا كنمشيو يعني على على استطاعة، لا على حسب الانسان يعني ما بغاش نصوره ما كنصورو حتى واحد. واخا دابا انت صورته في المثل من فائده كاين؟ كنعملوا فيديو كنزلوا يعني كنزلوا في اليوتيوب كنشروا السوق ديالنا والاثمنه وشنو كيدور في السوق كيشوفوا الناس. ربما قدر الناس كنسقسوا بيا 10 هنا على الاثمنه، وقدر يشوفوا الناس اللي كيشوفوا الحاجه بلديه ويجوا من بعيد ويديوا الحاجه بلديه من هنا. ماشي مشكل ما كاينش، ماشي مشكل. يا الله يسلمك. الله يصلح. ماشي لنا احنا. ها؟ الرباح ليلة. لا لا. كيقول لك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب الناس، يعني الله يجيب لك التيسير. الله يعاونك. السلام عليكم. الله يعاونك. كما كتشوفوا. حطها برا هذه. واحد برا. السلام عليكم. الحسن. مين هذا؟ كاش هذا؟ ضروا لك السلية تبارك الله. على حسابك الرئيس؟ على حساب واحد. اه؟ صورني شي هنا. لا لا ما نصوركش، كنصور كنصور الضروبوس. صور لا. ها؟ على حساب ولا زعما؟ على حسابك عامل الحاجة هذي؟ لا نسولو على الأثمنة وصافي. أه نقول لك نسولو على الأثمنة وصافي ونشوفو شنو كاين وصافي. 760 ألف رجال. 760 ألف درهم. أنت يعني يعني 750 100 درهم 15 ألف ما قنعش معايا. 750 درهم. الخلا مقارنة مع الداخل كي كنشوف الأثمنة ديال الكسيبة بحال هادي تبارك الله مليون مليون و 200 مليون و 1000 درهم. ولكن هي تسمينة يعني هاد السلالة هادي واقيلا بلجيكية بلجيكية. لا عندك على حسابك يا عمي؟ على حسابي. ممكن صوره؟ صوره. الله يرحم والديك يا عزيزي. صافي اسمح بنا ونجي. انتم كتشوفوا اخوتي سلك السبي. شحال عطاوك يا عمي الحاجة هذا؟ 16 16 ونص. 825 ألف فرنك. ومن ناحية السوق عامل حاجة كيف ماشي السوق من ناحية الكسيبة؟ شوية السوق
مكان لا مكان الخط شويه من مكان اي والله يسر الامور ونطلبوا ربي نطلبوا ربي يبدل علينا شي جف اي ولا حول ولا قوه الا بالله لا يعد لنا عنده الله يجيب تيسير الله يجيب تيسير الله يسر الامور ما تشوفوا اخوتي شي يدير في السوق السلام عليكم سيدي بخير هانيين عمراني الله يرحم الوالدين كيف ماشي كيف الله يرحم الوالدين كيف ماشي السوق عمي هنا السوق ماشي مدخر ياك ومن ناحية الأجواء ديال الأثمنة و الأثمنة كاين رخا ياك كل رخا لا هذا على حسابك هذا الرخا كاين هذا من العرب ديال المن ياك لا يعني هضر من ناحية الأثمنة بالمعقول وشني كيدور في السوق كيدور في السوق أنا قلت لك الرخا كاين يعني السوق طايح طايح 100% يعني احنا كنوصلوا الصوت ديال البلاد ديالنا ودي الفلاح الله يرحم الوالدين الله يحفظك الله يجازيك بخير كما كتسمعوا اخوتي راه السوق مدقدق كسيبه انتم كتشوفوا تبارك الله البقر موجودين ما كاينش اللي كيسرق سيفو كاين اللي قلالين اللي عطاوهم شي اثمنه بعض منهم ما كيبغيوش يهضروا على الاثمنه نرجعوا لعند موالين عند موالين المعاز والغلام السلام عليكم شحال الثمن هذا دار الرئيس الرئيس شحال الثمن دار الخير هذا خمسة سوق لا أفين هو سميتو إيه هراس السوق تكادك فين هو فين تكادك بعد خينا نشيل غنم 100 درهم يا نشيل غنم 100 درهم 50 درهم كي قطعة الطروفة اللي جا كيبيع له الغنم ب 100 درهم 100 درهم 50 درهم والله العظيم نوريه له فين هو نقطة هذا الغنم باقي لا نهار يكون باقي لا فين مشات تكادك يا محمد هاي مشى ها هو اللي تيثوا يبيع له 10 دراهم للكيلو 20 درهم تيم بالله هذا سلام عليكم اسمع قولوا سلام عليكم والله إذا تيم القوم قولوا سلام عليكم والله إذا تيم والله إذا تيم الله أسلم هذا سلام عليكم أنت ولا إذا من القوم خلي الراجل خلي الراجل ساعات ما السوق 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 طايح السوق مدقدق وما كاين لا تخرج لا والو خلي الراجل مراه والله الدار مسكين قلت له 100 درهم يبيع اللحم 10 دراهم 20 درهم الكرشه 5 دراهم هذا واقف مع الدراوش هذا مع الدراوش هذا تما الله يسر الامور الله يعاونك الله يسلمك السلام عليكم السلام مالك كلك الله يعاونك اللهم امين الله يرحم والديك الله يعافيك السلام عليكم الله يعاونك هذا حولي ياك حولي كما كتشوف اخوتي السوق ديالنا كيدور فيه تبارك الله على البلدي ما كاينش شي حاجه يعني كتدخل من البعيد الناس هنايا كيكسبوا ديك البركه ديك السيبه وكيدخلوها للسوق شحال عطاوك فيها عمي هذا 36 1800 درهم اخوتي عطاوها فيه 180000 فرنك وهذا هذا عطاوها فيه 900 درهم السن ديالهم هذا كبير وهذا صغير هذا باقي هذا عنده هذا يعني سنان الكليب هذا يعني سنان الكليب وهذا تني هذا تني ايوا خير الله يجيب التيسير الله يسهل الامور وكيف ماشي السوق هذا النهار هذا قول لي الدعوه شويه ما كتسمعوا اخوتي بيع وشري مساكن عاود مضروري هذا الجو هذا السوق هذا اللي كيدور الحالي دابا ايوا خير الله يسهل الامور الله يجيب التيسير الله يبدل شي ساعه بصح السلام عليكم الله يحفظك عاود المعازي اخوتي على حساب من هذا نعم هذا المعز شكون من هذا على حساب مولاهم والله اعلم بينهم مولاهم الله بيع وشري هذا كما كتشوفوا كل السوق مدقدق اليوم كاين بين دراسة اي والله يبدل تعبوا عليهم في الحكومة الله
ماشي نعاون الرايس ما يجيبش نصوروا واخا نصوروا هاني الحمد لله على حسابك هذوك على حسابك هذوك رايس بعد هادي بوحده رخله ياك حوليه شحال في عمرك عامين شحال عطاوك فيها عطاوك فيها شي ثمن ولا 80000 درهم 800 درهم خليك ماشي على حسابه ماشي على حسابه شنو هي اللي بيها يالك لا شحال بالله فيه؟ فيها 750 درهم سنان حليب 75 على فرق اشتور مع مولا 75 ها؟ على رجل الأمور مع صاحبها الله يسر الأمور السوق شوية الكسيبة موجودة وما كاينش اللي كيسوق شحال عطاوك الرئيس في هذا شحال عطاوك هذا شحال 1100 درهم السن ديالو سنان الحين كتشوفوا اخوتي حولي بلدي ولا بلدي يعني ديال بلاد ديالنا هذا عطاوها فين 1100 درهم هذي بوحدة هذي بوحدة كتمشي هذي قل هذي تبيع بوحدة واحدة ما ماشي كثرتها ماشي كثرتها هذي شحال بالدرهم بالدرهم قولوا بالدرهم هذه مخلصة اخوتي عنده 200 درهم 20000 فرنك 15 درهم ماجد دي 45 لا لا يخاف الجو الله يجيب تيسر شي حاجه مزيانه لا شي حاجه سرديه مزيانه الله يسلم الله يسلم صاحبي والله كيخلص ايوا الاخوان ما قل كفاو كما كتشوفوا الاجواء في السوق شنو السوق شويه فيه كسيبه ولكن المخرج ما كاينش هاد بيع وشري مسكن واقفين مع كسيبه خوتي بوحدهم اي والله عاد لما عندو نطلب ربي بدل علينا شي جو يرفد علينا الوباء نطلب ربي العزيز الكريم يبدل علينا الاجواء العيد قرب وانتم كتشوف كسيبه ما كاين المخرج ما كاينش الفلاحه كسابه كيدخلوا كسيبه وبيع والشرايين هنا والشرا ما كاينش ايوا اخوتي ان شاء الله يا ربي فيديو جديد ان شاء الله يا ربي وفرجه ممتعه واعانكم الله